شوف ربنا كريم خلق من طين بني آدم، شوف ربنا كريم خلق من طين بني آدم وحط فيه روح وقال له روح بني آدم، خلق جميع النعم علشان بني آدم. يا حاضرين اسمعوا مني كلام بمجال، يا حاضرين اسمعوا مني كلام بمجال، وانا من صغر سني وانا برسم كلام بمجال، لكن هقول لك مثل احلى من العسل الديان. وربنا قال انا كرمت بني ادم. نامونا بالصبر معجونا، واعمل لنامونا بالصبر معجونا، واعمل لنامونا بالصبر معجونا، على جد وجودك ويايا نساني عذاب.
أغلق وألقى في سماح أغلق ودايما في صلاح عاجل ودايما تنصحني وماليش هنا وماليش هنا أبدا عنك. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.